إذن أعضاء النادي الأهلي يقررون مستقبله، أعضاء الأهلي يصنعون لائحة النظام الأساسي لتحكم النادي خلال السنوات المقبلة ولتكون بمثابة الدستور المكتوب. ماذا عن رأي أعضاء الجمعية العمومية في مشروع أو مسودة لائحة النظام الأساسي المفتوح حولها حوار مجتمعي الكل يدلي بدلوه ليصنع أبناء النادي الأهلي وأعضائه هذه اللائحة في إطار من الشفافية والمصداقية؟ برحب بحضراتكم في هذه الفقرة الحوارية المستمرة لمناقشة لائحة النظام الأساسي أو مشروع هذه اللائحة. النهاردة معنا اثنين من رموز الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأساتذتنا يعني نجري معهم هذا الحوار، نتحدث عن بعض التحفظات، عن بعض النقاط، عن الملاحظات في إطار من الوضوح زي ما قلنا والصراحة والشفافية، ونرفع هذه الملاحظات إلى اللجنة المركزية لإعداد اللائحة للنظر بشأن تعديلها. خلوني أرحب بضيوفي الكرام وأبدأ بسيد الأستاذ عبد الرازق مصطفى درويش مقرر لجنة الرواد. برحب بحضرتك، أهلا وسهلا أستاذ الفاضل، وبشكرك على يعني الحضور والمشاركة جاي لنا مدينة نصر مشوار كبير، وأيضا سيد الأستاذ فؤاد إسماعيل رئيس لجنة الرواد. أهلا وسهلا، برحب بحضرتك وشكرا على المقدمة. بالعكس تشرفتونا وسعداء بيكم، وعيلة الأهلي الحقيقة حاجة تشرف، الواحد فخور بالانتماء ليها، وده المصطلح اللي حريص عليه دايما الكابتن محمود الخطيب، ان الكل وطبعا انتوا اساتذتنا مش الله يبارك يعني فيك يا استاذ، علشان نبني او نحافظ على هذا النادي العظيم وننقله نقله كبيره. نعم استاذ عبد الرازق، خليني ابدا مع حضرتك بعد اذن الاستاذ فؤاد. ماذا بعد؟ وانا شايف ان حضرتك جبت اللائحه وقاريها والقلم الاخضر كده، اوامش وتفاصيل على كل حاجه. ده صحيح. خليني اقول لك، انت استقبلتوا ازاي فكره اللائحه والمناقشه حولها؟ هو كان لازم لابد ان يكون للنادي الاهلي لائحه خاصه بيه، لانه النادي بحجمه بوزنه لابد ان يكون له لائحه بتحكم كل اعماله. وبعدين خيرا ان فعل النادي الاهلي ان هو فعلا نزل المسوده ديت علشان الاعضاء يشوفوها ويناقشوها ويشوفوا ملاحظاتهم عليها. احنا كرواد احنا فعلا اللائحه دي خدناها وحاولنا ندرسها ونشوف الايجابيات اللي هي موجوده فيها او السلبيات، ونحاول فعلا ان احنا نبعت تقرير بكل الملاحظات اللي هي موجوده على اللائحه دي. عظيم. وقررنا ان يكون بكره الثلاث اجتماع مع اللجنه، اجتماع للجنه اعضائها والناس المتخصصين في المسائل في صياغه اللوائح والاشياء اللي زي دي، وقلنا ان احنا كل واحد اذا عنده ملحوظه او اضافه يقول عليها، واحنا ناخدها في اطار اللجنه ونبعتها لمجلس الاداره او المسؤولين عن اللائحه دي. عظيم. لكن اللائحه كان لابد منها طبعا، يعني طبعا. كان لابد منها، وخير ان احنا النادي الاهلي لائحه استرشاديه ولا يليق ان النادي الاهلي يحكم لائحه استرشاديه. وبعدين ده كمان يعني نزولا على رغبة القانون وعلى رغبه القانون والاعضاء. طب استاذ فؤاد، هل تجمل لينا من وجهه نظر حضرتك بعض الابواب، بعض البنود، المواد اللي حضرتك توقفت امامها في هذا الموضوع؟ استاذ شريف، اولا ان نطرح هذه اللائحه او المشروع اللائحه للمناقشه فده شيء عظيم جدا الحقيقه. ليه؟ لان العضو انت دخلته معاك كشريك في صنع قراره او في صنع الدستور اللي هيمشي عليه، ده مش هو بس، ده هو وابنائه واحفاده. عظيم. الحاجه الثانيه، انا بنتهز الفرصه دي واقدم خالص الشكر للجنه صياغه هذه اللائحه برئاسه المستشار الفاضل الاستاذ محمود المستشار محمود فهمي، هو معانا على الشاشه دلوقتي، ولجنته الموقره في ورشه عمل كانت منعقده بالامس، والدكتور فاروق العقده وعدد كبير من رموز النادي الاهلي والمستشار اسامه قنديل والمستشار علاء قنديل. لا كانت امبارح فانا الحقيقه بوجه الشكر لسياده المستشار الفاضل محمود فهمي ولجنته الموقره، والشكر للجنه المركزيه للائحه برئاسه الكابتن محمود الخطيب وبرضه لجنته الموقره وكل من ساهم في اعداد هذا المشروع للائحة. احنا بكرة ان شاء الله عاملين ورشة عمل مجمعين فيها رواد النادي من المقر في الجزيرة ومن الشيخ زايد ومن مدينة نصر. عندنا فين قامات ان شاء الله في مدينة نصر الساعة 10، وانتهزنا فرصة ان عندنا قامات قضائية
احنا عندنا وزير العدل السابق، عندنا رئيس محكمه الاستئناف، رئيس محكمه الجنايات، رئيس المستشار نائب رئيس مجلس الدوله، اتبار حضرتك. فكل القمات دي احنا انتهزنا الفرصه وجمعناهم، خدوا نسخ من اللائحه كلهم، خدوا النسخ ودرسوها، وبكره هنعمل حاجه جميله قوي ان احنا هنشوف الاقتراحات بتاعه المقدم النازي خدي بال سعادتك، وهنعمل بيها في نهايه الورشه هنعمل تقرير هنرفعه اللجنه المركزيه، وربنا يوفقهم في صنع لائحه تليق باسم النادي الاهلي ويظل رائدا كما هو. اول مره يحصل في تاريخ الانديه المصريه فكره انه الدستور او لائحه نظام اساسي يتم تقديمها في للاعضاء للمناقشه. هل في ضمانه من وجهه نظرك حضرتك استاذ عبد الرازق؟ لانه البعض احيانا يقول لك ايه، في النهايه المجلس هيعمل اللي هو عايزه. هو في مصلحه للمجلس ان هو يعني يصنع هذه اللائحه داخل غرف ملقاه او لا يستجيب للساده الاعضاء؟ ده مشروع واحنا بنقدم اقتراحاتنا وارائنا بالنسبه له. طبعا المفروض اللجنه العليا هتاخد بالمقترحات ديت وبالاراء دي. اذا كان لم تؤخذ بالاراء ديت يبقى في كلام تاني. صحيح. بس ده الضمان يعني. ده الضمان في ان في التزام من اللجنه العليا للائحه في ان هي تاخد باراء الناس ومقترحاتهم. حتى الان سؤاد يعني حد علمي انه تم تعديل 6 مواد، عدد اخر من المواد اللجنه المركزيه وافقت على تعديله وصياغته وقدمته للمجلس، المجلس منعقد الان، المفترض انه هينضم لينا كمان استاذ خالد رندالي بعد قليل لاعتماد هذه التعديلات، فده معناه انه المصلحه العامه تحكم النادي الاهلي. ان صح التعبير الشريف في حاجه جميله قوي، لان احنا كموجودين في النادي فزي ما بيقولوا راي حاسين راي الجمهور زي ما بيقولوا يعني كده، او احساس الجمهور، الناس متفاعله تفاعل غير عادي غير عادي، وانا متفائل جدا ومش عايز اقول كلمه براهن على ان الجمعيه ان شاء الله يوم 28 هتشهد اقبال لا يتصوره انسان. فعلا انا بقول لحضرتك انا متفائل، بس انا احساسي بنبض الشارع زي ما بيقولوا، الناس متفاعله جدا متجاوبه جدا. يعني حضرتك لما تشوف الاقبال على اللائحه عشان يقروها وبيقروها بتمعن وبدقه وبيطلعوا فعلا طلعوا فيها حاجات كتير يعني ومجلس الاداره واللجنه المركزيه لاعداد اللائحه سعداء جدا بهذه الملاحظات وبتفاعل الاعضاء. ما انا على كده اول حاجه انا بشكر النادي تعبت. صحيح. تعبت وبتعمل حاجه ما حصلتش زي ما حضرتك قلت، ما حصلتش في انديه ثانيه. لان هو ده يا جماعه، هو ده النادي الاهلي. هو النادي الاهلي مش بس في مصر، النادي الاهلي ايه عربيا وافريقيا وعالميا. صحيح. عالميا. فالمرتبه او المنزله اللي وصل لها النادي الاهلي دي يا جماعه مش من فراغ. النادي الاهلي علم الناس النظام، ما فيش حد بيتدخل في عمل الاخر، يعني كل واحد له عمل محدد لا ما بيخرجش منه. فده النظام. في كان بالمناسبه كان عندنا زياره من الانديه ففي احد الاجتماعات وكان حاضر مجلس الاداره طبعا الاسبق، فاحد اعضاء نادي الجزيره الرياضي قال لهم يا جماعه اللي عايز يتعلم النظام يتعلمه النادي الاهلي. يا سلام. فهو ده النادي الاهلي. انا دايما بقول ان هو منظومه شديده الانضباط والرقي، كل يعني يؤدي دوره باهتمام بالغ وفي اطار يعني خط مرسوم. استاذ عبد الرازق، بدون ان تغرق في التفاصيل، عارف حضرتك ايه بكره اجتماع والقانونيين وما الى ذلك، لكن عايز حضرتك تقول لي ابرز المواد اللي ممكن يبقى فيه دار نقاش بينكم في ابرز ماده اللي هي الماده 3 اللي هي موطن مقر النادي وفروعه. عظيم. موجود ان مدينه اولا الجزيره هو المقر الرئيسي. عظيم. والفروع مدينه نصر، الشيخ زايد وما يستجد من فروع اللي هو في التجمع او غيره. فطبعا احنا بالنسبه لمدينه نصر فالناس بتسال هل معنى ان مدينه نصر فرع يعني يتبع المقر او الجزيره يبقى معناها ملوش حق في حضور الجمعيه العموميه ولا الترشيح؟ ايوه ده هو ده بعد كل الانتخابات اللي خاضوها. ايوه هو ده يعني ابرز حاجه مصاره يعني لا مدينه نصر مقر طبعا جديدة. وكل اعضاء واعضاء جمعيه عموميه. أيوة. ولهم حق الانتخاب. أيوة. هو ده السؤال المطروح حاليا. وانا يعني شخصيا من مدينه نصر عارف بروح مدينه نصر اكثر ما بروح الجزيره. شرفنا يا استاذ الشريف. الله يبارك فيك. فهو ده يمكن ابرز ماده يعني عليها يعني تساؤل ولغط
في المنطقه دي، لان انت لو اعتمدت اللائحه بالشكل ده. نسال القانونيين فيها عبد الرازق بيه، لكن اعتقد المقصود بالمقر هو فكره المحل العنوان او المقر النادي الاهلي الاساس. دكتور عبد الرازق، يعني احنا بدانا فين؟ أيوه. فكره الجزيره كانت هي الاقدم. أيوه. لكن طب ما هو الشيخ زايد فرع، ولكن له في اعضاء يقتربوا من 3000 لهم حق حضور الجمعيه العموميه والتصويت والانتخاب، لانهم رفعوا عضويتهم الكامله. أيوة. مدينه نصر من اول لحظه رافعين عضويتهم الكامله، فليهم. واحنا دفعنا اكثر من الجزيره على فكره. صحيح صحيح صحيح. لكن هو البند ده اللي هو ماده 3 عليها كلام كتير. هل فعلا العضو لو اعتبرنا بنص الماده من غير اعاده صياغتها نبقى احنا فرع، وما يسري على الشيخ زايد يسري علينا باعتبار عدم حضور الجمعيه العموميه؟ لا 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 خلص. وعدم الترشيح في مجلس الاداره. انا بعتقد ان في ناس كمان بتحاول الاثاره حول هذا الامر، لان الموضوع ده محسوم. ايوه. لكن فكره انه يبقى تاكيد عليه او اعاده صياغه ده امر محمود فؤاد، بيتفضل لو عايز. بالظبط. معلش، هو سبقني في الجزئيه دي. اتفضل. هذه الجزئيه دي محتاجه بس توضيح. ليه توضيح؟ او صياغه، اعاده صياغه. لان مجرد ما تم تصديق هذه اللائحة طبقا لما هو مكتوب فأصبح مدينة نصر فرع. تبقى لحضرتك فهي محتاجة بس إيه توضيح. لا بدون أي إثارة. إيه المقترح اللي حضرتك قالها؟ بكرة إن شاء الله، لأن بكرة هنقعد مع القانونيين اللي احنا جايبينهم وهنشوف كيف يمكن. بعتذر من القامات اللي عاملة اللائحة. القامات دي سعيدة جدا بهذا الحوار وبكل تعديل بدخل. احنا تم اعتماد 6 تعديلات، والنهارده الاستاذ خالد رمضان هيقول لنا تم اعتماد كام النهارده في مجلس الاداره كمان. مش اي مشكله على فكره والله، بدون بعيد عن اي اثاره. سؤال، لماذا طرحت المشروع للمناقشه؟ وعشان تعديل. بالظبط. هي هقول لحضرتك حاجه يعني بعيده عن القانون، لان هنسيب النقطه دي لبكره القانون، واحنا هنرفع بيها تقرير. ماذا لو بعد التصديق على هذه اللائحه ونفترض سي من الناس ساكن في مدينة نصر وأصبح طبقا للائحة دي مدينة نصر فرع، خد بال حضرتك، ورغب في أن هو يشترك في مدينة نصر فقط، ماذا لو؟ ما هو الحل؟ ديني برتوح. لكن أنا عايزين نبعد عن الحتة دي ونسيبها للقانونيين، وهم أكيد أكيد هو ما فيش سابقة لفكرة أنه شخص يشترك في مدينة نصر لا فقط. ممكن ممكن. ليه؟ بحكم الـ 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 السكن. قد يقول لك انا مش عايز جميع فرق. على فكره في بعض، انا بعتقد الامر محتاج بقى صياغه قانونيه. بالزبط. محتاج موافقه جهه اداريه. صياغة. طيب، ومجلس الاداره هيحدد اشتراكه بمدينه نصر فقط قد ايه؟ هيحدد. بالزبط. وازاي هنعمل له كارنيه خاص؟ بالظبط. ما يبقاش كارنيه زي بقيه الاعضاء. وازاي هنمنعه من حضور الجمعيه العموميه؟ يعني هيبقى محتاج الموضوع ده اعتقد محتاج. بالظبط. على فكره يا جماعه، اصل بص احنا النهارده بنعمل لائحه نموذجيه. ايوه. حتى في اخطاء املائيه دلوقتي انا هذكرها ان شاء الله، اخطاء مطبعيه. كان في تعمد انه يتم دفع اللائحه بهذه الاخطاء الاملائيه. بالظبط. والصياغه والتعديل يتم وقت واحد. تمام يعني. بالظبط. لا انا عايز اقول ايه، كل الحاجات دي اصلا مش محتاجه تعمل على الهواء يعني، لكن انا عايز اقول ايه، ان في بعض بنود انا كاتب قدامها هايل يعني، بند يعني اللي هو بند حضرتك ماده 12 هي في ثانيا ثانيا 9 بيقول ايه، ابناء العضو العامل الذي توفي قبل تمكنه من الحقهم به قبل الوفاة. يعني عنده أولاد صغيرين ما ضمهمش وتوفى إلى رحمة الله. فتتم إضافتهم إلى الأرملة أو الأرمل بحسب الأحوال طبقا لشروط إضافة الأبناء، ويمنحون عضو أبناء العامل لحين بلغهم سن 21 وتحويلهم عضوات العضوية العاملة المستقلة متى توفرت الشروط المقررة لذلك. أنا كده قصاد هايل. هذا المدى كان مش موجود قبل كده. صحيح. وكان بيعمل مشكلة للأعضاء. أنا عايز أقول لحضرتك في تعديل كتير جدا عموما في موضوع الاشتراكات وشؤون العضوية، والأستاذ إبراهيم الكفراوي هيكون معانا بكرة بصفته رئيس لجنة شؤون العضوية هيكلمنا بالتفصيل، والأعضاء سيجدوا الحقيقة كل إجابات الشافية بخصوص مشاكل العضوية، لأن مشاكلها كتير الحقيقة. لكن الحقيقة اللجنة حطت نصب أعينها فكرة الحفاظ على أعضاء النادي وعلى الأسرة المصرية المنتمية إلى هذا النادي، وحقوق المطلقة والأرملة والأبناء اللي توفى والدهم. يعني الناس ما تقلقش خالص يعني. لا هي حاجات طبعا رائعة وجميلة و لائحة أو مشروع لائحة.
ممتاز. في حاجة بارزة مرة أخرى؟ في حاجة مهمة. مادة 26. عموما احنا بنقدم مقترح على الهواء قبل حضرتك والأستاذ فؤاد ولجنة التراث بتقدمه بكرة للجنة المركزية. طبعا. واحنا إن شاء الله نتمنى إنه حد يكون بيتابعنا ويطرح هذا المقترح على اللجنة. أهل مدينة نصر محتاجين يطمنوا على التوضيح. على فكرة إنما إعادة صيانة. مفيش حد في الدنيا يقدر يمنع عضو أهلي مدينة نصر من فكرة إنه عضو جمعية عمومية أو إنه يترشح أو يستخدم أو فكرة الفرع. لا أستاذ شريف أنا عايز أقول حاجة. طالما احنا بنصيغ لائحه جديده للنادي الاهلي دي احنا ما بنعملهاش النهارده دي سنوات قادمه يعني ليه ما نعملهاش صح من الاول ليه ما نوضحش هذه الجزئيه على فكره بعيدا عن اي اصرارات احنا بنتكلم على دي كجزئيه قانونيه وبكره ان شاء الله هجيب لك يعني إن شاء الله. احنا هنقدم فيها ازاي وثق تماما ان اللجنه لن تتوانى عن دراستها وعمل ما يحق المصلحه العامه متجاوبه جدا ومش منتظر الاخر هم بيعملوا على طول مصلحه بالظبط يعني محمود الخطيب ومجلس الاداره واللجنه الحقيقه مع حفظ ما عندهمش مصلحه هدفهم كله ان كل ابناء الاهلي يشاركوا في صناعه هذه اللائحه لتكون نموذج وصيغه مثلى اتفضل في ماده 26 التخلف عن حضور الجمعية العمومية كان بيعفي إلا أكثر من 60 سنة من حضور الجمعية العمومية لا بدون من الغرامة غرامات. لو ما حضرش بدون بدون غرامات فده مش موجود النص ده موجود في اللائحة ما مش موجود مقترح هايل مش صحيح يعني ازاي يعني العضو المحترم العامل اللي تخطى سن الستين ربما يكون تقاعد من عمله ولظروف ما بقدرش يحضر ازاي ما فيهوش من الخمسين في المئة دي مش موجود حاجة أستاذ شريف اكتر ناس بيحضروا الجمعية العمومية هم اللي فوق الستين دي حقيقة يا سلام الاكثر حرصا على مستقبل والله في بقى المادة 118 سرية البيانات والوثائق احترمها تماما بس في حاجه في غايه الاهميه ودي احنا بنطبقها عندنا على ذكر في الرواد احنا عندنا الرواد اللي بينضموا عليهم بنضيف حاجه اسمها موبايل اقرب الاقارب لا قدر الله لو حصل اي حاجه لاي حد بنقدر نتصل باقرب الاقارب ويعني بننقذ الموقف ودي ليها سبب انا عايز اقول ان سريه البيانات دي اللي هي في ماده 116 عايزين بس ان يخرج من سريه البيانات دي اللي هي موبايل اقرب الاقارب يعني كل ما بنيجي نجدد الاشتراك تضاف موبايل اقرب الاقارب لان ممكن يتغير وده ما يكونش سر ما يكونش سر ليه حضرتك لان لا قدر الله واحد ماشي على التراك حصل له حاجه نجيبه ازاي عموما يعني ما كنتش عايز اسبق الاحداث هذه الماده ستعدل بشكل قريب من اللي حضرتك قلته وكمان سيضاف اليها حق المرشحين للانتخابات في الحصول على هذه المعلومات وقت الحمله الانتخابيه عشان يقدروا يتواصلوا مع الاعضاء دي الحاله الوحيده اللي هتخرج فيها البيانات تمام بس عارف يا استاذ شريف انا بتكلم على حاجه في منتهى الخطوره والله واحنا بنواجهها بس الحمد لله لان عندنا بعض البيانات بتاعه الاعضاء لان في بعض الموبايلات دلوقتي بيعمل له باسورد ما تقدرش حتى تتصل بمين على الموبايل لكن انا لما يكون عندي في الاشتراكات ده حضرتك اقرب الاقارب يبقى انا هقدر اتصل بيه دي مهم قوي في اللي هي بس ارجوكم اسرعوا بالمقترحات دي بكره ان شاء الله اخرنا 9/9 صحيح اللجنه في اجتماع مستمر والمجلس في اجتماع مستمر لانها كلها مقترحات مهمه وتعديلات مهمه تلحق اللجنه تنظر فيها وتردها على المجلس وبالتالي يتم ان شاء الله تعديل ما يتوائم مع الدستور والميثاق الاولمبي والقانون القانون 71 اللجنه المركزيه ان شاء الله ان بكره بعد ما تنتهي الجلسه الورشة العمل بتاعتنا هنعمل التقرير وهنرفعه وهنرفعه لهم فورا ان شاء الله تمام قول لي عايز حاجه اخيره اتفضل التامين الصحي الخاص بكبار السن اولا واحنا سمعنا قبل كده ان في تفاوض ما بين شركات علشان خاطر الرعايه الصحيه او التامين الصحي الخاص وعلى فكرة الشركة اللي هتيجي تعمل ديل مع النادي هي الكسبانة أكيد فيعني نرجو أن برضو يتضمن اللائحة هذا الموضوع إحنا في انتظار المقترحات فؤاد بي عايز أحدك توجه رسالة والله هي رسالة شكر بس أعضاء الجمعية العمومية أعضاء الجمعية العمومية أنا بقول لحضرتك إن شاء الله هنتقابل يوم 28 وهتشوف الإقبال إن شاء الله سيفوق كل الجمعيات الأندية العمومية اللي تمت في اللوائح وهذا داء بالنادي الاهلي ان شاء الله وانا بطمن حضرتك وعبد الرازق بيه وكل الساده اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان هم هيشوفوا يوم من اروع ما يمكن داخل جدران معقل نادي الجزيره مع تسهيلات واجراءات ويوم عرس مع حضرتك بندعو جميع الاعضاء مش الرواد فقط على اساس ان هم يحضروا هذا اليوم علشان يبقى عرس
حقيقي لاعتماد هذه اللائحة. شرفتوني. الله يبارك فيك. أنا ممنون جدا بهذا اللقاء. كتر خيرك. وعايزين نشوفك إن شاء الله قريبا في مدينة نصر. إن شاء الله فندم. نخلص من اللائحة لأن الحقيقة الكابتن خطيب حابسنا كل يوم. إن شاء الله. ربنا يعينك وأنت وجه يعني مشرف. أستاذ إسماعيل شكر جزيل وموصول. بعد الفاصل السيد الأستاذ خالد الدرندلي وزير مالية النادي الأهلي أو أمين الصندوق. نشوف أخبار اللائحة إيه وأخبار التمويل وكلام كتير جدا يهم حضراتكم. ابقوا معنا. إن شاء الله.